العملية الأخيرة في هذه المباراة. ثلاثة صفر، نذكر بالأهداف يوسف المهيب في دقيقة 34، بغداد بنجاح في دقيقة 74، وكذلك مهدي سعادة في دقيقة 83، هم اللي سجلوا أهداف النجم الساحلي. بينما في انتظار تنفيذ المخالفة، أعتقد نزار العيساوي أو بران غنام هو اللي باش ينفذ هذه الكرة. بران غنام والتصدي من بغداد بنجاح، التصدي من بغداد بنجاح يحط الكرة في الركنية، والابتسامة المنقذ نجم نقولوا بغداد بنجاح، ولو أن النتيجة 3-0 لكن